أعضاء لجانها، وقد أسفرت النتائج عن انتخاب رؤساء مكاتب اللجان، وذلك على النحو التالي: لجنة العدل والداخلية والدفاع رئيس أحمد السليمان من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، لجنة والمالية الرئيس البكاي عبد القادر الخو من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، لجنة والشؤون الاقتصادية الرئيس محمد مبارك جدو من المعارضة، لجنة والتوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية الرئيس موسابو سيد عمر من الميزان، لجنة العلاقات الخارجية الرئيس المختار والخليفة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.